مرحبا. طقس مستقر بالإجمال مترافق بارتفاع بدرجات الحرارة رح يسيطر على لبنان خلال الويك أند قبل ما يتأثر لبنان مطلع الأسبوع الجاي بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا. يعني باختصار طقس الويك أند دافئ والشتاء للجمعة الجاية. الرياح ليوم الجمعة بتكون شرقية بتوصل سرعتها لل 17 كيلومتر بالساعة. ببيروت الحرارة بتسجل 20 درجة، 15 بدير القمر، 8 بفريا، أما الأرز فتسع درجات. نسبة الرطوبة على الساحل بتستقر على 63% والضباب ابتداء من 1000 متر، أما موج البحر فبيكون منخفض. كيف رح يكون طقس الويك أند؟ الجمعة، السبت والأحد الطقس بيكون صافي لقليل الغيوم، ترتفع الحرارة تتراوح معدلها بين 21 و 23 درجة. من المتوقع أنه تتأثر بعض المناطق الشمالية ببعض الأمطار ليلة الأحد، على أنه يتأثر لبنان كليا نهار الاثنين بالمنخفض الجوي يلي حكينا لكم عنه بأول النشرة، والحرارة بتبقى مستقرة على 20 درجة. هذا كان كل شيء، تفاصيل أكثر بنشرتنا اللاحقة.